الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي وسباقي هذا المساء لسن اللقاية لأصحاب السمو الشيوخ. ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للقاية الجعادين المحليات العصائل، ومسافتنا 5 كيلومتر. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنرى اللي في المركز الأول سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي شاهين. في المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث عالي لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد النهيان صادق فضل الأمير مضمر العالي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع شمعدان. في المركز الرابع في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل وإياكم إلى المركز الخامس في هذه اللحظات. نشوف وناخذ اللي في المركز الخامس يتسلل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات، مهول لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم واسمه حشيم بقيادة مضمر سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس شمعدان لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى المركز السادس، وفي المركز السادس شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة مضمر حمد بن علي العويسي. وفي المركز السابع الخمري لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر خليفة بن سالم بالصقعة. وفي المركز التاسع، المركز التاسع حملون لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز العاشر صوغان لهجن الرياسة بقيادة مضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. نترقب اسم أيضا محان وقوته ودخوله إلى ساحة الأرقام المتقدمة إلى العشر الأوائل، لكن هو قادم وبنخبركم عن اسمه قادم لا محالة على المراكز المتقدمة. بنخبركم باسمه عندما يصل عندنا ويوصل إلى المراكز المتقدمة. نرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات، ورى الآن سلهود على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. معطش وصل انتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي. ننتقل إلى المركز الثالث، مهول في المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. مرحبا بدربوح، دربوح وصل يدربح يدربح من مركز الى مركز دربوح، وبن الدربح مع دربوح وبنسير مع دربوح، ودربوح يتدربح الى المركز الرابع وعينه على مقدمة هذا الشوط دربوح لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل الى المركز الخامس، وفي المركز الخامس شمعدان في المركز الخامس في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز نشوف المركز السادس من الجانب الثاني، أرى شعار سمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم على ظهر شاهين بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي. وفي المركز السادس، المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس الذيب لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي.
النبي صوغان في المركز السابع ولا صوغان نعم لهجن الرئاسة بقيادة مضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي أنا ذيع المراكز وعيني على دربوح عيني على دربوح أني ذكرته وهو خلف المراكز العشر الأوائل ودربوح يصل إلى المركز الرابع عيني على مقدمة هذا الشوط بيد دربح إلى المركز الأول مع دربوح وندربح مع دربوح إلى المركز الثالث في هذه اللحظات ومعطش على المقدمة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي وفي المركز الثاني مهول في المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي دربوح في المركز الثاني ويلا يا دربوح تحرك جماهيرك محبينك يتابعونك يتابعون الأداء يتابعون دربوح على المركز الثالث ها هو دربوح لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي الذيب قادم لهجن العاصفة ونرجع إلى معطش معطش على المقدمة بدأ ينفرد بمقدمة هذا الشوط متعطش للناموس السم على مسمى على مقدمة هذا الشوط معطش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي ها هو معطش بانت المنصة وبان خط النهاية ومعطش على المقدمة ها هو معطش تشاهدون على شاشة التلفزيون منفرد انفراد كامل انفراد كليا تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم على فوز معطش بالمركز الأول تهانينا للمضمر سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي تهانينا والناموس والذي وصل في المركز الثاني المركز الثاني مهول لهجن العاصفة المركز الثالث دربوح كنا نباهي الدربح مع المقدمة لكن أتت الرياح بما تشتهي السفن ولا الإبل المركز الرابع لهجن العاصفة وفي المركز الخامس لهجن العاصفة هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول معطش إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 5 كيلومتر في زمن وقدر 7:34.9 من الثانية تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن محمد سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم تهانينا أيضا للمضمر سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي والذي وصل في المركز الثاني مهول بعدما تجاوز لوحة 5 كيلومتر في زمن وقدرة نشوف التوقيت الزمني ساعة وصول مهول إلى خط النهاية نشوف مهول ساعة وصول إلى خط النهاية 7:44.3 3 من الثانية تهانينا لهجن العاصفة تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي دربوح وصل في المركز الثالث في هذه اللحظات قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وقدر 7:44.7 من الثانية تهانينا لهجن العاصفة تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي تهانينا للجميع.